باذن الله رب العالمين. كابتن علاء، ميداليه المركز الثالث 2006 ميداليتي سرقتها انا عارف. ان شاء الله النهارده باذن الله النادي الاهلي قادر انه يجيب الميداليه الذهبيه ان شاء الله. والله وفاء الحسن يا ايمن، ان شاء الله ربنا يكرم النهارده ان شاء الله النادي الاهلي يرجع برونزيه، يبقى انجاز بيتكرر المره الثانيه، حاجه برده هتحسب للنادي الاهلي طبعا. وزي ما كنت شايف بيتكلم على البطوله واهميتها، وبتلعب فرقه كبيره ومدارس كلها مختلفه. وما اعتقدش النادي الاهلي حد يقدر يلوم على اللعيبه، قدوا قد الامكانيات اللي موجوده. ويمكن كل الناس اتكلمت كتير قوي على الماتش بتاع بايرن ميونخ، مش عايزين نتكلم فيه تاني خلاص. المباراه انتهت اكيد، ولا حد في البعثه بيتكلم على بايرن ميونخ، الموضوع خلاص صفحه اتقفلت. انت عندك الوقت هدف ان شاء الله البرونزيه، وكابتن شريف كان بيتكلم في عجاله كده، اكيد هنتكلم على بتقابل مدرسه ثانيه خالص بقى، مدرسه صحيح. برازيليه بتقابل حاجه ثانيه مختلفه خالص، بطريقه اللعب في اللياقه البدنيه، في الالتحامات، في القوه، هتلاقي حاجات متشابهه كتير قوي يا ايمن في طريقه لعبنا شويه. فالنهارده من وجهه نظر المباراه اسهل من بايرن ميونخ في 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 في, في الضغط نفسه، في الحمل نفسه، لكن هي بكل الاحوال مش سهله طبعا. لكن عندك الحظوظ 50-50، هو برضه عايز يفوز بالبرونزيه، هو فريق كبير وعنده تاريخ طويل قوي صحيح. وانت ان شاء الله بتفكر في البرونزيه عشان تكمل البطوله دي، تبقى عملت برضو انجاز يحسب لكل الجيل الموجود ده صحيح. ان شاء الله بيرجعوا ببرونزيه زي دي كمان بالظبط ان شاء الله رب العالمين. يا رب ان شاء الله.